qui se passe très très bien depuis le début. La région entre Béjaïa et Djigel, on a vu des paysages formidables. Donc tout va bien, quoi. C'est bien organisé, on est bien encadré par la police, la gendarmerie. Donc tout se passe bien. جيت سنة هذه المشاركة الثانية ليا في رالي استكشاف الجزائر، مشكورين على الاستضافة، ما شاء الله ربي يحفظ بلادكم، حاجة من وراء العقل، هذه تسحر تسحر، الطبيعة خلابة بالحق، اللي يحب يجي يرتح أعصابه ويتفرهد. الجزائر راهي بلاصة حلوة برشا 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 برشا. استقبال مش غريب علينا، الكرم والجود اللي استقبلونا فيه اخواننا الجزائريين بجميع فئاتهم، من درك، من شرطه، من قائمين، من منظمين، من محافظين، او لا انتم بتسموهم عندكم، انطباع فوق ما احنا تصورنا. يعني الكرم اللي انتم فيه احنا خابرينه وعايشينه، بس صحيح انه كان فوق العاده. المناظر والمناطق الطبيعيه اللي سرناها في خلال الرالي هي بالنسبه لنا جزء من الجنه.